الذي يجمع كل سنة علماء الأصوات وعلماء من الذين يتكاملون معهم من القراءات، ونذكر كذلك الأستاذ الفاضل المحتفلي الذي جمعنا واستفيد منه كثيرا. مداخلتي بعنوان القيود الصوتية وقضايا الرسم الخطي في القراءات القرآنية. هذا الموضوع هو يتعلق بتشديد التاء في قراءة الذي يشدد بإجراء الحذف. انطلق في البداية من الموضوع الذي هو قراءة البزي بتشديد التاء في المضارع تتنزل، على سبيل المثال تحول إلى التنزل، تتيمم. معلوم أن التشديد هنا يقتضي حذف إحدى التائين، أيهما حذفت وما مسوغ الحذف. الإشكالية تشديد إجراء صوتي محقق نطقيا ودائما، والتضعيف لا يلحق الصامت الأول في الجهة كما بين قوسين حروف الأصول، إلا فقط لتقريب المادة ديالو. الحروف الأصول في الجدل أي الصوامت الأول لا يضع. لماذا؟ لأن تضعيف الأوائل كما يقول الجيلي عزيز قليل، حتى الكلمة التي ضعف فيها هي قليلة جدا، ثالث أو سادس أو لا، هي قليلة جدا. الافتراض الذي نفترض أن التاء المحذوفة في الفعل المضارع في قراءة البزي دائما هي التاء ثانية لا الأولى. ما مسوغ هذا الافتراض؟ ما مسوغ هذا الافتراض؟ ونرى بعض المنطلقات الأساسية، أن الأصوات في التراث مبنية على الكتابة، على الخط، والاعتماد على الخط له موضوع الذي هو الحرف وليس الصوت. كل هذه القضايا التي سنشير إليها، القضايا المرتبطة بالخط، الخط موضوع أو الحرف ينتمي إلى علم الخط، والحرف هو وموضوع علم الخط، والصوتيات تعتمد على المنطوق وليس على الخط. الآن سنبين كيف ننتقل، يعني عملية تقع دماغ المتكلم قبل النطق هي التي يقرأها القارئ يعني القراء بالاعتماد على المرسوم، وفيه قراءة البزي. يقول بيسيب هذا التفاعل بين علم الخط القراءات وعلم الأصوات، وأنا أكيد هنا من منطلق تصوري أنه قراءة البزي بتشديد التاء فيما أصله تاءان. أتعمد أن قراءة هذا النص ولا أضيف أمور أخرى. فيما أصله تاءان وحذفت واحدة من الخط، وذلك في 31 موضعا، وذلك نحو ولا تيمموا ولا ولا تكلموا نفس، وإن أخطأت سيدي، ثم ولا وتنازعوا، ثم تتفرق ولا تنازع فتفرق. ولا يقص على 31 موضع، نص ما قلته هنا
استخدمته من الكيم تشحن وجود القراءات الكيمية بطريقة كيسي في صورة البقرة، ولكن وعلة في ذلك أنه حاول الأصل، لأن الأصل في جميعها تأمن. فلما حاول الأصل وامتنع عليه الإظهار أدغم إحدى التائين في الأخرى، هذا يصف ماذا فعل بالسيد وخاف فك الجمع لئلا يخالف الخط، لا يخالف الخط، ولم يمكنه إدغام الابتداء، هذا مهم عندي لأن إشارة إلى التضعيف في أوائل عزيز خالد لا يوجد، لأنه لا يبتدأ بمدغم لأنه ولو ساكن والساكن لا يبتدأ به، نتميز بين ساكن والسكون. فكان يلزمه إدخال ألف وصل للابتداء فيتغير الكلام ويزيد في الخط ما ليس فيه فيرجع إلى التخفيف في الابتداء ضرورة. مهما نعني الأساس ما هو؟ الأساس هو أن القراءة بتشديد التاء في إشراف لحذف إحدى التاءين في المضارع، هل الأولى أم الثانية؟ سأبرهن على أن الثانية هي المحذوفة وليس الأولى. المحذوفة قلت الثانية هي المحذوفة، والإجابة ستكون في عنصرين، العنصر الأول وسميه قيود صوتية، تستند هذه المداخلة إلى قيود صوتية يمكن أن تفسر الانتقال من الرسم الخطي اللي هو في قواعد يعرفها علماء القراءات، الزيادة والحذف والوصل والإبدال والسئيل إلى آخره، بمعنى سيقول لنا من الرسم الخطي إلى تشديد التاء، وعندما نقول إلى التشديد أي نقول لنا من رسم خطي إلى النطق بإجراء قاعدة حذف، الحذف في تتنزل تنزل، وهذه القيود هي القيد الأول هو لا تطابق، هذا منطلق عندي، لا تطابق بين الصوتي أو لا تطابق الصوتي الخطي، النص السابق فيه الاعتماد على الخط، والخط أي الحرف الرسم الخطي لا يعكس المنطوق، تأكيد من النص السابق، وهذا هو الذي يبحث فيه. هناك المبدأ الأول هو المنطلق أن هناك لا تطابق بين المرسوم والمنطوق. المبدأ الثاني مبدأ استقلال الطبقات، مفاده أن الكلمة في العربية في الثانية ستكون مجموعة من الصرفيات يمثلها في طبقات مستقلة. مبادئ أيضا المبدأ ثالث مبادئ الربط بين طبقات بواسطة سطور اقتران لا نشير إليها عرق التجريب. دائما في القيود وغياب الهيكل التطريزي، ساكن واحد حركة ساكن واحد ساكن ثاني، معناه أنه غياب هيكل التطريزي يبدأ بساكنين بتعبير قدماء أو بصامتين مثلين في البداية، يبدأ فيه ما يوجد إلا فيما يقتضي من الأفعال، فيما يقتضي الاشتقاق أو التصريف، فيما يقتضي الاشتقاق. أما أن تولد الكلمة وفيها تضعيف في الأول فهذا غير وارد، يعني تمثل صامتين أو ساكنين مثلين. المبدأ الأخير هو مبدأ لا تماثل، مبدأ لا تماثل هذا يؤكد ما قلته، ومبدأ لا تجالس ويرفض التأليف بين الصوتين متقاربين حيث المخرج. العودة إلى بن دوري الجمار، ما هو أشير إليه مصور الحذف التاء مشابه بعدم وجود ممد في العربية، ممد على اعتبار أن فيها امتداد أي من أول الثاني، ولكن الموجود هو مادة، هذا يسوّر أن كذلك البناء الصرفي، مسألة أشار إلى الأستاذ الثاقي، فعالة فعالة هي مشتقة من سالم فعل،
وجود فعالة كأنها في توزيع تكاملي ستقي تضعيف في توزيع تكاملي مع تفاعل. الألف في تفاعل هو في توزيع تكاملي مع التضعيف. لن أعيد ما قاله السبتقي. ما أشير إليه أن صورنا تنزل في قراءة البزيل على هذه الشكلة فيها حذف صامت الثاني. عندما أقول حذف صامت أشير إلى المقطع لأن الصامت مع الحركة لا يمكن حذف الصامت ويبقى الصائف معه. الخاتمة أن شديد التاء في قراءة البزيل بحذف التاء مع حركتها ثانية حركتها في الفعل المضارع محكوم بقيود صرف صوتي لسان عربي عموما. يشارك علم الأصوات وعلم الحركات في موضوع الدراسة وهو الصوت الكلامي لا الحرف، لأنه لا يسجل الصوت المنطوق. يؤكد لا تطابق الصوت الخطي عدم كفاية التصورات اللغوية العرب القدماء في تفسير الظواهر الصوتية في قراءة القرآن لأنها اعتمدت على المرسوم لا المنطوق. أقول قولي هذا وأستغفر الله.